في هذا الحيط خدمنا على واحد الاستوار اللي ديال واحد البنت وعلاقتها بواحد الحوته، والقصة كل مرة كيكون عندها معنى على حسب الفينيات الأولى اللي بديتي بها وآخر فينيات قريتيها. ستريت آرت واحد ديسيبلين اللي كتحاول تريكوبيري شوية اللي اسباس بيبليك كتردو للناس كتر أوليو أن يكونوا في إشهارات أو يكونوا غير حيوطة خاويين اللي كيجمعوا الوسخ. من الأحسن أنهم يدير فيهم واحد اللوحات وتخرج شوية داك الفن اللي إليتيست من اللي غاليري وتخرجوا لبنادم. صراحة فاش كنكون خدام في حيط كتحس بواحد الأدرينالين، حيت كما قلت لك فاش كتكون خدام في واحد الحيط وكترسم قدام الناس كتكون معرض أنك تغلط. أول تجربة ما كانتش عالية بزاف، كان أول كونتاكت مع الصباغة فيزيك، تعلمت كيفاش نميلونجي الالوان، كيفاش الا بغيت شي لون كيفاش نوصل ليه، وحيدت داك الخلعه ديال الرسم. ما كاينش صراحه شي ريسك كبير كما كيتخيل الناس فاش كيشوفك طالع في اون ناسيل ولا في اشافوداج اللي عالي بزاف، سيرتو فاش كتخدم مع دي فيستيفال اللي كيريسبكتيو هذا لو كوتي ديال كوتي سيكوريتي ديال الارتيست. دونك ما تيكونش هم كبير انك راه تقدر طيح ولا هذاك، كتكون سيرتو التركيز ديالك كله مع الديسان.